بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل يخرون للأذقان سجدا. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. كان يسكن أنين الليل والليل يسكن أنينه، ينجبل العتم مع تراتيل تهجده ويغتسل حتى يشع الفجر من بين كفي قنوته، فجر تغرب معه حاجات المساكين واليتامى والمحرومين، فيطلع الصباح عليهم من جراب على ظهر زين العابدين، وكأنه يحمل النهار إلى قلوبهم، ثم يأوي إلى حزنه السرمدي المنساب من أحداقه عبرات إلى أحداق السماء، ينفجر من عين كربلاء إلى عينه، فعين الفضاء يعالج سكرات الحياة. كان قد استشهد مع الأحياء الشهداء، ولكنه بقي على قيد الموت بانتظار الرجاء، يكتب رسالة لكل العابرين على وجه الأرض، شيد سبيل ماء صحيفة بلا شواطئ ولا مرسى، وما زلنا على أطراف هالتها منذ 10 سنين تخوض فيها سفن الحامدين والمصلين والسائلين والطالبين والخاشعين والباكين والشاكين والراجين، سفن الحسينيين الذين حملوا ثورة سبط المصطفى منهجا ورسخوها في رسالة زين العابدين.
فسلام على القادمين إلى روضة الحسين الشهيد ضيوف سيد الساجدين، نيابة عن المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ووكيل المرجع الأعلى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايشي، نرحب بكم بالوجوه النيرة الكريمة في افتتاح مهرجان تراتيل السجادية الدولي العاشر تحت شعار المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في سيرة الإمام السجاد عليه السلام وتراثه، عليكم سلام الله ورحمته وبركاته. هناك على أطراف السماء رسم سليل الوحي بريشة الإبداع صبغة الله في احمرار الآفاق حين شاء أن يراه قتيلا. تجتمع البذرة والسقاية والتمثيل الضوئي في دم واحد يزهر القاني جنيا رطبا صحائفا وكتبا إشراقا من تراتيل سكبا وتولد الآية الكبرى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كلمة سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ووكيل المرجع الأعلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي، فليتفضل مأجورا مصحوبا بذكر محمد وآل بيت محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول والآخر الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، تدعى بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو محذور عقابه، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أمين الله على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على ساكن التربة الزاكية، السلام على من افتخر به جبرائيل، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على سيد الشهداء وعلى أولاده وناصريه، السلام على العبد الصالح الذي نصر ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وكفل نساء النبوة وآثر الحسين وأولاده على نفسه وأهله وإخوته، أبي الفضل والجود والمجد أبي الفضل العباس عليه السلام،
السلام على شريكة الرسالة الحسينية وحاملة المصائب والمحن زينب الكبرى عليها السلام، الأخوة أصحاب الفضيلة العلمية، الأخوة الأعزاء والأخوات الكريمات، ضيوف مهرجان تراتيل سجادية العاشر، مع حفظ مقاماتكم ومنازلكم العلمية والاجتماعية، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. أيها الأخوة الأعزاء، إن الهدف الأساس من إقامة هذا المهرجان ومن تأسيس مؤسسة الإمام زين العابدين عليه السلام هو التذكير والتنبيه على الدور الأساس الذي يتميز به تراث الإمام السجاد عليه السلام في الفكر الإسلامي ومنهاجه العقائد والفقه والأخلاق والاجتماعي، ودور هذا التراث في مسيرة الأمة الإسلامية لإصلاح أحوالها المختلفة، وأنها مكملة لرسالة الإمام الحسين عليه السلام، وفتح الآفاق وشحذ الأذهان وتنوير العقول للمزيد من البحث والدراسة والتوعية لما تركه الإمام السجاد عليه السلام في تراث من الكنوز المعرفية والسمو الأخلاقي والرفعة الاجتماعية، والذي لم يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام البحثي والتطبيق السلوكي والاجتماعي. ويأتي هذا المهرجان ونشاطات مؤسسة الإمام زين العابدين عليه السلام لتفي بما هو ممكن حقا عظيما لهذا التراث على الأمة الإسلامية، وفي سياق تراث آخر لم يعط استحقاقه، ألا وهو نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك بعض كتب ورسالات الأئمة الأطهار عليهم السلام لشيعتهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسالة الإمام الصادق عليه السلام لشيعته، التي كان أتباع أهل البيت عليهم السلام يتعاهدونها بالدراسة والمباحثة والتعليم، حتى أنهم في عهد الإمام عليه السلام ومن بعده من الأئمة كانوا يضعونها في مصلاهم الخاص داخل بيوتهم في ذلك الوقت، على ما نقلت بعض الكتب التاريخية أنه كان في كل بيت من بيوت شيعة أهل البيت موضع خاص للصلاة والعبادة والتهجد، حتى أنهم كانوا يضعونها هذه الرسالة من فرط اهتمامهم بها، كانوا يضعونها في مصلاهم الخاص داخل بيوتهم، والذي كانت عادة شيعة أهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت أن يجعلوا في كل دار من دورهم موضعا للصلاة والتعبد والتهجد. ومن المناسب هنا أن نذكر بعض خواص المنهج الأخلاقي والنظرية الاجتماعية الإسلامية بصورة عامة، ثم نعطف على ذكر ما تطابق من منهجية في أدعية الإمام السجاد عليه السلام، وخصوصا أدعية الصحيفة السجادية التي أوصي الأخوة جميعا أن يقرأوا ولو دعاء واحدا أو صفحة واحدة من أدعية هذه الصحيفة في كل يوم أو في كل أسبوع مرة واحدة، ليجدوا عظيم العطاء والثراء الفكر الدنيوي والأخروي في أدعية هذه الصحيفة. على ذكر ما تطابق، ثم نعطف على ذكر ما تطابق من منهجية في أدعية الإمام السجاد عليه السلام، وخصوصا أدعية الصحيفة السجادية مع هذه الأسس والخواص للنظرية الإسلامية في الأخلاق. وهذه النظرية تستند على مجموعة أركان مهمة نلخص بعضها بما يلي: أولاً، إن ركيزة الأساسية للقيم الأخلاقية في الإسلام هي العبودية لله تعالى، فإن علاقة العبودية والربوبية بين العبد وخالقه
إذا انبسطت وأخذت أثرها في جميع المجالات الحياتية للإنسان، ومنها أخلاقه وأدبه، فإنها ستؤتي أكلها على النفس كل حين بإذن ربها، وستكامل الإنسان مترتباً نحو مقاماته الإنسانية اللائقة به. ولذلك وردت الدعوة إلى التخلق بأخلاق الله تعالى، فإن العبودية الحقة لابد أن تتجلى في مظاهر سلوكية تعكس حقيقة وصدق هذه العلاقة. مربط القيم الأخلاقية الإسلامية بالعبودية والتوحيد تعني ربط بالكمال وسلامة الطريق والمنهج وقدسية الدوافع، بخلاف ما لو كان مربوطاً وضعياً بالإنسان ومصالحه الدنيوية. ثانياً، إن القيم الأخلاقية في الإسلام ثابتة لا تتغير بتغير الحضارات الإنسانية والمجتمعات بحسب طباعها وعاداتها أو مع تغير الأزمنة والأمكنة، بل هي مرتبطة بالإنسان ارتباطه بالفطرة التي جبله الله تعالى عليها، مما يجعلها سهلة التطبع والملكة، فينجذب إليها الإنسان تلقائياً وليس بوسائل قاهرة. ثالثاً، إن القيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية بأجمعها في النظرية الإسلامية في الأخلاق قابلة للتطبيق العملي لكل أفراد البشر، وإن كانت ثقافتهم ومعارفهم متفاوتة. نعم، هم يختلفون ويتفاوتون في مراتب تطبيقها بين رفعة ودنو وكمال ونقصان، بخلاف ما يكون مثالياً غير قابل للتطبيق أو ينافي الفطرة الإنسانية والسيرة العقلائية، فيحدث أزمات اجتماعية ونفسية بدلاً من حلها. رابعاً، أنها ترتبط بسيرة العقلاء وما أقروه في حياتهم وإن اختلفت دياناتهم وأفكارهم، فحسن العدل وقبح الظلم الذي تبتني عليها الكثير من القواعد الأخلاقية الإسلامية قد أقرها العقلاء وأمضوها في سيرتهم، بحيث لا يقبلون خلافها ولا يقبلون معارضتها. خامساً، النظرية الإسلامية الأخلاقية مبنية على التوازن في تفعيل القوى الإنسانية الأساسية من العقل والغريزة والشهوة، بحيث تأخذ كل قوة حقها في الميدان ولا يطغى بعضها على البعض الآخر، بخلاف تلك النظريات الوضعية التي طغت فيها بعض الغرائز الإنسانية على القوى النفسانية الأخرى فأحدثت الفوضى والدمار والهلاك والشقاء. سادساً، أنها استوعبت على نحو التكامل والاتساع لتشمل كل احتياجات الإنسان الروحية والنفسية والقلبية والسلوكية، فرداً ومجتمعاً، وحاكماً ومحكوماً، وعالماً وجاهلاً، ووضيعاً ورفيعاً، وراعٍ ورعية، وهكذا، وبحيث لم تترك مساحة فارغة في احتياج الإنسان إلى معاشراته الاجتماعية وأنماط سلوكه المختلفة وعلاقته بنفسه ومع مجتمعه ومع خالقه. فأعطت للفكر والنظرية الأخلاقية والاجتماعية والروحية مساحتها التي تستحقها، وأعطت للميدان العملي كل ما يستحقه، بل ملأت القلب بكل أعماقه مشاعر وعواطف وتوجهات ومواقف متكاملة لكمال الإنسان وعلوه ورفعته. سابعاً، ارتبطت النظرية الأخلاقية الإسلامية بمبدأين مهمين قد خلت منهما النظريات الأخلاقية الوضعية، ألا وهما الآثار الدنيوية العظيمة النفع للنفس والروح والعقل وللمجتمع بكل طبقاته، ولم تكتفي بذلك بل أضافت لها الثواب الأخروي الدائم
والنعيم المقيم، لتعزز المصالح الدنيوية في تحقيق العدل والسعادة والتعاون والتكافل والتآخي والمودة والمحبة بين أفراد المجتمع. وإذا تأملنا في بعض أدعية الصحيفة السجادية لوجدنا جميع هذه الأركان والمبادئ التي تمثلت في النظرية الأخلاقية الإسلامية منبسطة على فقرات أدعية الإمام عليه السلام وتراثه. ونأخذ مثالا على ذلك دعاء مكارم الأخلاق الذي أوصي الأخوة أيضا أن يتأملوا فيه ويدققوا في مضامينه العظيمة، وأن يقرأوا ولو مقطعا واحدا من المقاطع الكثيرة لهذا الدعاء في كل يوم، وسيجدون آثارا عظيمة على نفسيتهم وأخلاقهم وسيرتهم وسلوكهم على مستوى الفرد وعلى مستوى العلاقة مع الآخرين، الذي قل نظيره وعكس ثراء روحيا ونفسيا واجتماعيا للفرد ومجتمعه، لو عمل به لبلغ الإنسان قمة الكمال والارتقاء. فهو يبتدئ بقوله عليه السلام، هذا الأساس الذي تستند عليه نظرية الأخلاقية الإسلامية، العبودية لله تعالى. لذلك يقول عليه السلام مبتدئاً هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. فابتداؤه بالإيمان بالله تعالى وطلبه كمال الإيمان يعني أن السبيل والمفتاح لهذا الرقي الأخلاقي إنما هو بكمال إيمانه وارتقاء يقينه بالله تعالى وسلامة نيته وحسنها. وفي الفقرة اللاحقة حينما يقول عليه السلام: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. فنرى الإمام عليه السلام كيف يعلمنا على حفظ التوازن بين المقام والمنزلة والوجاهة الاجتماعية ورفعتها، وبين التواضع القلبي والتذلل النفسي داخل النفس، حتى من خلال هذا التوازن لا نتعدى ملكة التواضع إلى التكبر والغرور والعجب، ولا نتنزل عن الوسطية في التواضع إلى الذل الاجتماعي المرفوض الذي يحط من مقام الإنسان اللائق به. ثم يرسم لنا الإمام عليه السلام طريقة تعاطينا مع الآخرين في سلبيات تعاملهم الاجتماعي، وكيف يترفع الإنسان المؤمن عن المعاقبة والتعامل بالمثل السيء أو المثل السيء مع الآخرين، وإن كان في ذلك في هذا الترفع مشقة وعسرا لا يتحمل عادة، ولكن من أوتي حظا عظيما فهو يقدر على ذلك. ولكن الإمام يسعى لتكامل الإنسان وسعادة مجتمعه، فيقول عليه السلام: وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. نرى الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نصنع إنسانا صبورا متسامحا متعاليا عن الحقد والانتقام حتى لو كان على مستوى النفس والقلب. ثم في دعائه عند الصباح والمساء، حيث يبتدئ هذا الدعاء بقوله عليه السلام، وهو ضرورة الارتباط بالخالق والتذكير بهذه العلاقة وطبيعتها بين العبد والخالق، فيقول عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا. فيبتدي الإمام عليه السلام بالتذكير
بقدرة الله تعالى وعظيم صنعه وعجيب حكمته لينطلق الإنسان في تجليات الدعاء من خلال هذه المقدمة للعمل الاجتماعي بالتواضع لله تعالى والانقياد له، ليتطابق منهاج حياته اليومي مع النظم الإلهي للكون وحكمته. وكيف يعلمنا الإمام عليه السلام أيضا، هذا دعاء عظيم إخواني، ربما 5 دقائق لا يكلف أكثر قراءة هذا الدعاء عند الصباح والمساء. فيبتدي الإنسان بهذا الدعاء في مستهل صباحه ليتعلم هذا المنهاج اليومي العظيم الذي ذكره الإمام عليه السلام. كيف يعلمنا الإمام منهجا يوميا عباديا واجتماعيا وروحيا وأخلاقيا لكل يوم، فيقول عليه السلام: اللهم وفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف. هذه مقطع واحد من هذه المقاطع الكثيرة لهذا الدعاء. الإمام عليه السلام ينظم لنا برنامجا يوميا عباديا اجتماعيا سلوكيا يستفرغ فيه ما يكاد أن يكون برنامجا إسلاميا شاملا في حياة الفرد الرسالي. ومن ذلك فقط فقرة صغيرة، قوله تعالى، قوله سلام الله عليه: وحياطة الإسلام، فإنها تمثل الشعور لدى المؤمن أن يعمل كل ما بوسعه من أجل أن يحيط، وحياطة الإسلام من أجل أن يحيط النظام الإسلامي من كل جوانبه بسور يحميه من كيد الأعداء، وأن يتخذ موقف المسؤولية العامة في مواجهة التحديات ومحاولات الاختراق الثقافي وروحي للنظام الإسلامي. في الختام أتوجه إليكم إخواني الأعزاء باسم الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بجميع أقسامها ومسؤوليها، يوفر الشكر والامتنان لجميع الأخوة المنظمين للمهرجان والأخوة الضيوف الأعزاء الحاضرين والباحثين وكل من شارك في إحياء هذا المهرجان بمقدماته وفقراته، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثار الدم ثم ثار المداد، ثورة حب ورحمة واجتهاد، ثورة حولت الألم إلى فكر، ولا تزال الثورة في اتقاد. ثار المداد من عزم الدم صرخة تيقظ الغافلين من العباد، للذاكرين للتائبين للخائفين للمريدين للراغبين للشاكرين للمحبين للعارفين، شعلة تجلي السواد سبحت الخلائق بحمد ربها أن بين يديها صحيفة السجاد. كلمة الوفود المشاركة يلقيها الدكتور الشيخ أحمد سعيد سيف الدين، رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة اللبنانية كلية الآداب، فليتفضل بذكر محمد وآل بيت محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
أعزنا بالإسلام وأنعم علينا بنعمة الإيمان وأكرمنا بالقرآن والسير على خطى سيد الأنام سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار وصحبه الأخيار وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، كلٌّ بصفته وموقعه، بدايةً أحمل لكم تحيةً من لبنان الصمود والمقاومة والجهاد، ونحن على أرض العراق الأبي الذي هو مهد الحضارات والقيم، أحييكم بتحية الإسلام، وهل تحية الإسلام إلا السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم في هذا الصرح المبارك متحدثاً باسم الوفود المشاركة في مؤتمر تراتيل سجادية العاشر الذي تقيمه في كل عام العتبة الحسينية المقدسة، مشكورة ومأجورة من الله تعالى. وقد شاركت العتبة ببحث عنوانه العبادة والأخلاق لتربية الذات في الإسلام، نموذجاً سيرة وتراث الإمام السجاد عليه السلام. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، وفي هذه الأيام نعيش الذكرى التي طبعت في ضمير كل مسلم، وهي ذكرى عاشوراء، لنتذكر الشهادة والشهداء، ونحن نقرأ قول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وها هو ذا سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام يستشهد على هذه الأرض الطاهرة كربلاء، لتكون هذه الشهادة طريقاً ومنهجاً لكل مسلم حر وحر يواجه الظلم والظالمين، وهو عليه السلام القائل: وإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وها هو ذا الإمام السجاد
عليه السلام يمثل إحدى حلقات السلسلة الطاهرة لآل بيت رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقد كانت حياته مليئة بالأحداث التي تستحق الوقوف عندها ودراستها دراسة عميقة لما تحمله من دروس وعبر وعظات للأجيال إلى قيام الساعة. وصدق الشاعر الفرزدق الذي قال فيه: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام مثالاً في الإيمان والعبادة والأخلاق، حتى أنه لقب بسيد السجادين وزين العابدين ومنار القانتين. عاش عليه السلام حياة المحن والمآسي والصعاب، وكان من أعظمها استشهاد سبط رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موقعة كربلاء المأساوية بكل تفاصيلها المؤلمة وما أعقبها من تداعيات ومفاعيل كبيرة، عاشها الإمام السجاد عليه السلام بصبر عظيم وإيمان عميق وتحمل للمسؤولية وحنكة في إدارة الصراع وبصيرة ثاقبة تجاه المتغيرات التي حدثت في زمانه. إن دراسة سيرة وتراث الإمام السجاد عليه السلام أولاً لإظهار الجانب العقائدي والعبادي والأخلاقي في سيرته وتراثه عليه السلام، ثانياً لتعريف الناس بهذه الجوانب المهمة من سيرته وتراثه لموقعه الكبير في وجدان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولأثره الفاعل المحفز للعمل بالقيم الروحية من خلال تربية النفس وتزكيتها. ففي الجانب العقائدي رسخ الإمام عليه السلام مفهوماً جديداً للعلاقة مع الله سبحانه من خلال الدعاء والمناجاة،
وإملاء الفراغ الروحي الناشئ عن حالات اليأس والإحباط التي كانت نتيجة للسياسات الدموية والركض وراء الملذات والشهوات والدنيا الفانية. وها هو ذا عليه السلام معلق بأستار الكعبة ليلاً يناجي مولاه سبحانه وتعالى قائلاً: يا من مجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى، مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي، أدعوك ربي حزينا دائما هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. إنها كلمات تجسد العلاقة الوثيقة بين العبد وخالقه بأسلوب أدبي رفيع ومناجاة صادقة عذبة. وهو القائل أيضا: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته. لقد رسم لنا الإمام عليه السلام لوحة رائعة عن عظمة وقدرة وقوة الخالق العظيم، وكيف أنه سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ومحيط بكل شيء وعالم بكل شيء وقادر على كل شيء. فهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز الجبار. فيقول عليه السلام: الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة. وفي الجانب العبادي كان الإمام عليه السلام مثالاً للتقوى والزهد والعبودية الخالصة والصادقة لله عز وجل. ومما يؤكد ذلك أن حرصه على الدعاء والمناجاة يدفعه إلى الحرص على التطبيق العملي للعبودية الكاملة لله سبحانه. فهو يجمع بين واجبات الإنسان على الأرض وتطلعه نحو السماء. إنه عليه السلام لم ينفك يدعو إلى التواصل والجمع بينهما لتعبئة الأمة، لتبقى النفوس المؤمنة موصولة بالله تعالى في الظاهر والباطن والسر والعلن، ليصبح قلب المؤمن معبداً لا يعبد فيه إلا الله سبحانه. فقد كانت مواعظه التربوية والاجتماعية والسياسية لتهذيب النفوس وتنقيتها، فإنه يدعو من خلالها إلى التسامي والترفع والالتزام بطاعة الله وعبادته سبحانه. ومن جانب آخر، إنها دعوة صادقة إلى الوقوف في وجه الظالمين والفاسدين، وهي تؤكد على دور الإنسان في هذه الحياة. قال تعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقد دعا عليه السلام إلى العبادة التي تحيي الفرد والمجتمع معا من خلال فتح الأبواب إلى أهدافها التي لا يدركها إلا من تذوق حلاوة الإيمان وروح الشريعة الغراء وأبصر أبعادها. وفي الجانب التربوي والأخلاقي التي هي ثمرة من ثمرات القرآن الكريم، وهي الترجمة لتشريعاته وخططه في جعل الإنسان عضواً نافعاً في مجتمعه، والإسلام يقوم على عدد من الأصول العقائدية والتشريعية والتعبدية، ويدعو إلى الأخلاق الفاضلة، ويحث على التفكير العلمي والنظر في الكون، ويحترم العمل والمعاملة الشريفة. والإمام زين العابدين هو واحد من أولئك الذين تربوا في كنف الإسلام العظيم، والذي قدم الصورة الرائعة في التربية والأخلاق، وحسبنا حيث يقول عن عزة النفس والإباء: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم، وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها. ونحن أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها الحضور الكريم، ونحن في هذه الأيام الصعبة التي تعيشها أمتنا الإسلامية، ويتكالب عليها الكفر والشرك والنفاق من كل حدب وصوب، كم نحن بحاجة إلى الاقتداء بمثل هذه النماذج العظيمة. ونحن أتينا من بلاد الشام، من لبنان، وعقولنا وقلوبنا هناك، حيث أن العدو الصهيوني يقتل ويدمر في فلسطين، وبخاصة في غزة هاشم وفي جنوب لبنان. نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان، وبخاصة في فلسطين ولبنان. ولنكن على قلب رجل واحد تحت راية الإسلام الذي يجمع المؤمنين في كل زمان ومكان، وربنا القائل: إنما المؤمنون إخوة، ورسولنا وحبيبنا محمد حيث يقول: إن المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعلينا دائما أن نضع نصب أعيننا قول الحق تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ختاما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. أشكركم جميعا على حسن استماعكم وإصغائكم، وأشكر العتبة الحسينية المقدسة على أنها أتاحت لنا الفرصة للاجتماع بكم لتوطيد أواصر الأخوة بيننا. إنما المؤمنون إخوة، وما قدمته لنا من تسهيلات وضيافة، نسأل الله تعالى
لهم الأجر والثواب. وهنا اسمحوا لي، لابد لي أن أذكر رجلاً وأخاً حبيباً على قلوبنا، زارنا في لبنان فدخل حبه القلوب قبل أن يدخل الدور. عنيت به فضيلة الأستاذ السيد جمال الدين الشهرستاني مدير المؤتمر، ندعو الله تعالى أن يأجره على ما يقدم من عمل ونشاط تعبر عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب آل بيته الطاهرين، وعلى حب ديننا العظيم. ونسأله تعالى أن يجمعنا جميعاً في الفردوس الأعلى، فهو الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت دماك على تراب كربلاء، ترتل ترانيم العشق والخلود، فيها حمحمة العاديات ورمال الذاريات ودمعة ياسين وسجدة زين العابدين وتراتيل القانتين في لجة الحياة. قصيدة لخادم أبي الفضل العباس الشاعر علي الصفار، فليتفضل مأجورا بذكر محمد وآل بيت محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أؤرخ هذا المهرجان بنسخته العاشرة بثلاثة تواريخ، أبدأها مرحبا بالضيوف ومؤرخا، فأقول أهلاً وسهلاً، أهلاً وسهلاً بمن للطف قد وصلا، حياه صبط وسادات بهاليل، أهلاً بمن رام وصل الآل حيث علا وتوجته على الود الأكاليل. أنرت يا قادماً من برجه مقلا، فأنت والجمع في العليا قناديل، يا من بلغت المنى لا تبتغي بدلا، رمت الحقيقة فلتقع المجاهيل. لذاك اربع وقل أن لست مرتحلا، فعند سجادنا تبنى المداليل، وأنت والجمع قد ألبستم حللا في مهرجان به تطوى المجاهيل. فالصبح أسفر عند الصبط مبتهلا، مذ هل عزم به تفنى العراقيل. عشر بصبح أتت والمهرجان تلا، ليل هوى أرخوا تحلو التراتيل، ليل هوى أرخوا تحلو التراتيل. 1446 للهجرة. أما التاريخ الثاني فمع الباحثين في هذا المهرجان، بشرعة خير الخلق أحمد نقتدي، وبالآل عدل الآي نسري ونهتدي، فيا صاح هذا فخر كل موحد، تجذر فيه الود في كل مقعد. وها نحن هذا اليوم في روضة الندى،
وعند حسين أمجد وابن أمجدي، وفي يوم ذكرى فقد وارث مجده علي أبي كفه بالقرى ندي، تطل تراتيل لإكسير قوله، فيا صاح حدث عن إمام وسؤددي، وإربع هنا في روض سيد كربلا، وهلل بسجاد علي مؤيدي، وخذ منه فيضا من كرامات كفه، ومن فكره فيضا ليومك والغدي، لتبقى قرير العين في ظل ذكره على رغم باغ أو عتل ومعتدي. وحدث، فهذا الفوز والنور والهدى يطل هنا في مهرجان مسددي، يطيب به ذكر ويسمو مشارك ويحيا فؤاد بالكلام المخلدي، ويرشد فكر بل ويزهر كوكب، ويزدان جيد بالجمان المنضدي. فيا صاح هذا مهرجان له سنن يشق ستار الليل دون ترددي، فكن فيه نجما يستطيل بنوره، وكن فيه حزما مثل حد المهندي، وخذ منه آيات الكمال، فها هنا صحيفة عز خطها كف سيدي. تعلل أيها الباحث، أيها العالم، أيها المشارك، تعلل وخذ أقصى العلوم مؤرخا تراتيل إكسير لآل محمد، تعلل وخذ أقصى العلوم مؤرخا تراتيل إكسير لآل محمد. 1446، والختام بدأنا بالضيوف وأرخنا، وبالمشاركين وأرخنا، أما الختام فمع صاحب الذكرى إكسير الآل، نجم على أفق الهداية يشرق، نبع وسلسل عذبه يتدفق، هذا هو السجاد سفر ملاحم، وفصوله أبوابها لا تغلق، زين العباد ودرة مكنونة، بل آية كبرى بها نتخلق، في كل حال أو مقام أو مدى يبدو له رسم ووسم يعشق، يبدو له وعظ وقول محكم بالآي يسند بالحديث يحلق، هذا هو السجاد في محرابه يطوي الظلام ونوره يتألق، ويهز أركان الضلال بعلمه، وبه الفقاهة عن هدى تتمنطق، أنعم به آلاؤه طول المدى تغني الأنام بفيضها إذ يطلق، أكرم به من سيد إذ أنه من دوحة العلياء غصن مورق، هو آية الصبر الجميل بكربلا، والدين في أطواره مستوسق، هو باب حكمة ثورة أصداؤها من قيد محنته ترن وتنطق، هو دمعة للتائبين نميرها، هو أنة منها الدياجي تخرق، هو صفحة الأبرار عند دعائه، إكسيره يشفي النفوس فتشرق، هو نفحة علوية قدسية من عطرها الفواح كل ينشق،
هو خالد، هو وافد، هو شاهد، ولنا بمحراب الولاء يصدق، إذ أننا ذبنا بحب صحيفة في طيها نشر المغانم يعبق. عنوانها معنى حري فهمه في ذهن كل العارفين، يوثق إكسير آل محمد وزبورهم، وبها قلوب الوالهين تعشق، وبها النفوس السائرات بلا هدى في جوف ليل بالمهالك يطبق، وجدت سبيل نجاتها وبه اهتدت، فسفينها من بعد ذا لا يغرق. إكسير آل محمد ما مثله من بلسم لجراح قلب يخفق، إكسير آل محمد إشراقة كبرى لكل دجى الضلالة تمحق، إكسير آل محمد برق به أوراق أرباب الجهالة تحرق، إكسير آل محمد عود نما حتى سما وله السما تتفتق، تحكيه عن وعد صحيفة من به تسمو النفوس وبالعلا تتعلق، لتكون في طف المعارج والندى حقا تراتيلا بيمن تطلق، فاليوم في روض بنحر أزهرت بمدارها شمس الحقيقة تشرق، هلت تراتيل النجاة وقد علت عند الحسين ودمعها يترقرق، لتبوح بالإكسير في طول المدى وتقول من مثلي بهذا ينطق، في مهرجان عاشر أنواره تغشي العيون إذا إليه تحدق، إكسير آل البيت أرخ مجده نبع بنور هداية يتدفق، إكسير آل البيت أرخ مجده نبع بنور هداية يتدفق. 1446، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهدرت بالدمع في أسماع القلوب، وأضأت بزيت سراجك دياجي الدروب، وأطعمت جوف الليل من كفك حنطة، وأجليت عن الأجفان أهوال الكروب، يا سيد الساجدين وقوة الدمع وثغرا باسما يخضع الخطوب، يا خير نور جسر عبور للطالبين رضا المحبوب. كلمة للدكتور روني ألفا، مستشار وزير الثقافة اللبناني، فليتفضل. صلوا على محمد وآل بيت محمد. أدخل الصحن الحسيني الشريف حاملاً في جعبتي أوجاعي رفاة شهداء فلسطين ولبنان، أحملها وأنثرها بخوراً
يضوع فوق جثمان أوسم الشهداء، وأصلي إلى الله حتى يتقدس اسمه ويأتي ملكوته وتكن مشيئته، فتسمعني فاتحة مباركة تردد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى هذا الصحن الحسيني الشريف أتيت حاملاً نعش المسيح على كتفي ونعش الحسين في قلبي، إلى هذا الصحن الحسيني الشريف أتيت حاملاً نعش المسيح على كتفي ونعش الحسين في قلبي، وبين نعش ونعش تتسامى المراقد وتنهض النعوش من موتها، وتسمع الملائكة من القدس إلى كربلاء تقول: هناك يشع المسيح، وهنا يلتمع الحسين، وبين هناك وهنا تتأبد الأزمنة وتبتر الدماء أنصال السيوف، وتلوي الأعناق رؤوس الرماح، وتصدح استغاثة زينبية تردد صداها أفئدة العشاق: يا حسين أقسم عليك بوداع أختك زينب ظهيرة يوم العاشر. فتجيبها صلاة مريمية تعانق عوالم ما فوق الضباب وترتل: وحبيبي وحبيبي، أي حال أنت فيه؟ من رآك فشجاك؟ أنت المفتدي يا حبيبي، أي ذنب قد صنعت أو كريه فأثابوك جراحا ليس فيها من شفاء؟ أصحاب السماحة والفضيلة، لقد أفاض الله نعمه علينا فقيض لنا زيارة هذه الأرض المقدسة التي إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية يغشي نورها أبصار أهل الجنة جميعا. هنا وقف ابن المرمل بالدماء، ابن ذبيح كربلاء، ابن من بكى عليه الجن في الظلماء وناحت الطير في الهواء. هنا كتب الإمام زين العابدين عليه السلام: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. أنا عطشان
أنا عطشان، صرخ المسيح أيضاً، فأخذ واحد من الجند الواقفين إسفنجة وملأها خلاً وسقاه. من هاتين الشهادتين ينتاب الغريب شبعاً داخلياً وسنداً في جهاده، كما يعطى قوة على مقاومة الشر دون تخوف من الأشرار المتكبرين، يوهب روح الوداعة فيصير كسيده المسيح في فلسطين وإمامه الحسين في كربلاء، الحمل الوديع المبذول لأجل الآخرين، وأيضاً كأسد يقاوم الشر وينتصر على الأشرار. من هذا الصحن الحسيني الشريف وبتواضع المؤمن الآتي من الوداعة إلى السماحة ومن الطف إلى الجلجلة، أدعو بخشوع الساجد وخضوع المستغفر إلى امتزاج الدماء بالدماء والفداء بالفداء، وأصلي لتقرع أجراسنا في مآذنكم ويرفع أذانكم في كنائسنا، لأن قاتل الإنجيل وقاتل القرآن واحد. أستشهد أخيراً بسيادة المطران إيلاريون كبوجي الأسقف الكاثوليكي الثائر، إذ قال: هناك ما هو أهم من الأم الوالدة، الأرض، الأرض هي الأم، كربلاء أمنا والقدس أمنا وأمومتهما وإمامتهما نبراسنا، فنحن جميعا أبناء المرملين بالدماء ومعروفات الشهداء. الذي حملته إلى ضريح الحسين اليوم إلا اعترافا بأمومة هذه الأرض وبأننا أبناؤها، وبأن هذا الرفات أقوى من الوفاة، تراتيل سجادية من وحي رسالة الحقوق هي الضمانة لكل ما تقدم. والسلام. فليتفضل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ووكيل المرجع الأعلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العبايشي لتكريم المؤلفين. النص القرآني في التراث الحديث للإمام علي بن الحسين عليه السلام الدكتور علي عباس الأعرجي
رئيس تحرير مجلة المصباح المحكمة. جناب المحافظ تفضل لو سمحتم، والسيد رشيد الحسيني تفضل. إشكالية الوعي التربوي وجدلية الرهان والارتهان، الدكتور ناجي الحجلاوي من تونس الخضراء. الحياة الطيبة في الصحيفة السجادية، الدكتور أصغر طهماسب من جمهورية إيران الإسلامية. الأستاذ جورج غريغوري من رومانيا، والذي ترجم الصحيفة السجادية للغة الرومانية. الأستاذ جورج غريغوري من رومانيا، والذي ترجم الصحيفة السجادية للغة الرومانية. الأنساق الثقافية في الصحيفة السجادية للسيدة زينة إبراهيم الخرسان. الإمام زين العابدين، الشخصية الأخلاقية الكاملة، الدكتور عبد الله أحمد اليوسف من المملكة العربية السعودية. خواطر تأويلية، قراءة في التراث الفكري للإمام علي بن الحسين عليه السلام، للدكتور حاكم حبيب القريطي. دلالة الأبنية الصرفية في دعاء أبي حمزة الثمالي، الأستاذ حسين محسن نون. رحلة حقوقية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، الأستاذ إبراهيم سلمان بوخمسين من المملكة العربية السعودية.
هل نحن في حاجة إلى الإمام السجاد عليه السلام الدكتور محمد الصادق بوعلاق من تونس الخضراء؟ جينالوجيا الأخلاق في تراث الإمام السجاد عليه السلام الدكتور محسن قاظم مشاري. الباراديغم الأخلاقي في الحوض المعرفي للإمام السجاد عليه السلام الدكتور عمر عيسى. المضامين العقدية في دعاء الصباح والمساء للأستاذ منتظر مهدي الزبيدي. المناجاة الخمسة عشرة للإمام السجاد عليه السلام الأستاذ رياض هاشم جاسم. يتفضل سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة ووكيل المرجع الأعلى الشيخ عبد المهدي الكربلائي والأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج حسن رشيد العباشي والحضور الكرام جميعاً إلى افتتاح معرض الكتاب معرض تراتيل السجادية الدولي العاشر في باب قبلة الإمام الحسيني عليه السلام. صفاتك والله حار صبرك غريب